السلام عليكم الخوت، نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم ما غيكونش طويل، غيكون بسيط. بغيت نوضح لكم واحد المعلومه على واحد جوج برودويات اللي هما كاينه الاو ا ا ايسونتيل امينو اسيد وكاينه البي سي ا ا. غنشوفوا الفرق بيناتهم شنو هو، حيت بعض الاخوان ما عارفينش الفرق اللي كاين ما بين الاو ا ا والبي سي ا ا. البي سي ا ا سيدي فيها ثلاثه الاحماض امينيه، والاو ا ا فيها تسعه الاحماض امينيه، ومن الضمن ديالهم ثلاثه اللي كاينين في البي سي ا ا لي هما ليوسين ايزو ليوسين والفالين. اما هذا فيه تسعه الاحماض الامينيه، ومن ضمن ديالهم الثلاثه اللي ذكرنا دابا. يعني انت غادي للمحل تبغي شي حاجه اللي غتفيدك بزاف، يعني غنقترح لك الاو ا كتبقى احسن من البي سي ا ا. هادشي اللي بغيت نوضح لكم، داكشي علاش قلت لكم الفيديو ما يكونش طويل. ما كندويش على هاد جوج بالضبط، حيت هادو جوج شركات انا دوزت بصفه عامه على كاع الشركات ديال البي سي ا ا وديال الاو ا. يعني النهار غتبغي تاخذ فكنصحك تاخذ الاو ا بلاص البي سي ا، الا بحاله ما كنتي باغي البي سي ا ثلاثه الاحماض الامينيه فكيبقى الاختيار ديالك. المهم ما حدونا في هذا الموضوع. هذا الثمن ديال البي سي ا زيرو، فيها 40 سكوب 360 غرام، الثمن ديالها 300 درهم. اما الاو ا ايسونتيل امينو اسيد فالثمن ديالها 400 درهم. وكاين واحد الحمض اللي هو الجلوتامين ديال الاستشفاء العضلي، 250 غرام 50 سكوب ديال الريفليكس، هذا كيبقى 150 درهم. هذا كان ب 300 درهم، دابا غلى على مسكين ولا ب 150 درهم. باقا منه شي بركه اللي باغيه فيجي قبل ما يسالي. واخيرا كاينه واحد الاو ا بلس الجلوتامين، يعني تسعه الاحماض الامينيه بلس الجلوتامين. هذه الثمن ديالها، المهم ديال شركه سيتيك نوتريسيون حتى هي معروفه. الثمن ديالها 350 درهم. باقي 4 ثلاثه 4 350 درهم. هذه فيها الاو ا والجلوتامين، وكاين عاوتاني البي سي ا والجلوتامين. هذه شحال الثمن ديالها؟ شي هي ديال سيتيك هي 350 درهم. يعني الا كنت غنجي انا للمحل بجوج و 350 درهم فغادي نزعم ناخذ الاي او ا بلس الجلوتامين 350 درهم. هادشي اللي كاين. شي برودوي اخر، كاين شي لعيبه جديده داخله. المهم انا فين ما كندير فيديو خاصني نجيب دويره في المحل. المهم كفكره بسيطه باش تاخذوا فكره على المنتوجات اللي كاينين في المحل، الجلوتامين، الاو ا، الارجينين، لي ملتي فيتامين، النيتروتيك، كاينه ميتوماس. الاخوان اللي باغيين الضخامه ميتوماس 890 درهم. الفيديو الجاي غنديروا على ميتوماس والسوبر ماس جينر، الفرق اللي بيناتهم. كاينه لا ماشي لايف، كاينه الماستيك ايليت، ارجينين، جلوتامين، ايزو واي زيرو، رولوان البي اس. المهم تقريبا كاع المنتوجات حاليا كاينين. الواي ديال الميتون كاين، اليتش ماس فيزيون، فيتارغو بالنسبه للاخوان اللي باغيين ياخذوا الكارب بوحدو كاينه فيتارغو. الواي ديال سيتيك بروفيسيونيل 100% رولوان. المهم هادشي اللي كاين الاخوان. الفيديو الجاي كما قلت لكم غيكون على غنهضروا على الفرق ما بين سوبر ماس جينر او ميتون ماس، نشوفوا الفرق اللي بيناتهم. واش اللي كاين، يلا خليناكم على خير. السلام عليكم.